لبس عليك بدا شويه دابا الحمد لله كنت احسن الاحلام انت قرا هذيك الساعه تعبير شفوي سير قرا راسك ولا ما تقول عندك لالا ديما كنحلم ان سلسلتي تسرقت ياك دائما دائما وفعلا تعرضت للسرقه بين اليقظه والحلم كنحس اني في مرتفع عالي مقيده اصرخ واقرا القران انا في ديك اللحظه راه كنقرا القران ولكن يعني بين اليقظه والحلم داك الشيء كيرفعني كيخبطني خويا وهو ضاغط بقوه تفوق قوتي فيوهمني انني نزلت عن الدرج يعني نزلت ونعست عن الدار هكا واكملت النوم بجانب اختي لكن عندما افيق اجد نفسي انني في نفس المكان اسمع صراعات ونزاعات تحت الوسادة اصوات نساء يتصارعن احلم انني اكل من يد زوجة عمي وهي متوفية الله يرحمها ارهاق وعدم نوم طيلة الليل قطة سوداء بالدرج بيتنا رجل عزوج ادم الله يبارك كانت قرابنا كاتريين بقات في الدار كتخدم واش هادشي راه ماشي كتسال باللغه العربيه رجل عزوج بجانب الباب حيث انام نزغات باصبع السبابه على ظهري وكنحس بها يعني ديك النزغات ماشي يعني حلم يقظه وليت تخيل انما احس حقيقه عند الرقيه دابا هادشي عند الرقيه نزغات كالابل في عيني مشاهده نساء وشموع مشتعله رايت تراب مبلل عند الانتهاء عصبي شديد ان بنفسي لا اتحمل نفسي وجسم مرهق حاليا ارى الدم او اقع كطيح مع الصورة ألم بالدورة الشهرية أحس بالإغماء وظهري يؤلمني كأنني تعرضت لتعنيف أتأثر بحرارة أو بالأحرى هو عند ذهابي لحمامات مولي يعقوب أول مرة طحت يعني السخونية كتأثر راه السخونية هذيك راه ماشي راه السخونية طالعة لي راسي وكيوقع حمار راه السخونية هذيك هذيك راه إذا اعتقدت أنك شي مثلا شي سياد ولا هذي درتي شرط غير الحمامات مولاي يعقوب شركتي بالله هذيك راه الشرك بالله ولكن الحمام مولاي يعقوب مزيان غير ماء ماشي حنا مشينا زيارة أغنية عليا قبل عيد قبل عيد الاضحى هي كتبدا معاناتي هناك وانا مدوج على راسي دائما متواصل عند خروجي من البيت بعد العصر يؤلمني كثيرا حركات غير اراديه واخيرا قصرت اكل طبخات واشياء ثم ذهبت الى واحد عطانا واحد السوارد وعرفتي شنو قال لي